لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. على الرغم من الاختلافات الكبيرة جسمانيا ونفسيا بين الرجال والنساء، فإن البشر بمن فيهم الرجال في هذا الكوكب كانوا جميعا من النساء، ولم يكن هناك رجال على الإطلاق. بالتأكيد يبدو الأمر غريبا بل مهينا لدى البعض، فكيف ونحن رجال نقبل بأننا كنا نساء في الماضي ولم يكن للجنس الخشن وجودا في البداية؟ ولكن قبل أن تبدأ في الشك في صحة هذا الكلام، هل تستطيع أن تحلل لماذا يمتلك الرجال حلمات لصدورهم تماثل تلك الحلمات الموجودة في أثداء النساء في الشكل والتكوين وكل شيء؟ وإذا لم تعرف الإجابة من أول مرة، التالي سوف يفسر لك لماذا تحتوي صدور الرجال على حلمات كالتي تمتلكها النساء. بالتأكيد يعرف الجميع بأن المرأة عندما تحمل جنينا في أحشائها، فإن جنس هذا الجنين إما أن يكون ذكرا أو أنثى، ولكن العلم يثبت عكس ذلك تماما. ففي الأسابيع الخمسة الأولى من الحمل تكون جميع الأجنة أنثوية، فالله سبحانه وتعالى في تلك الفترة من الحمل يهب الأجنة ويخلق في أجسادهم ما يسمى بمجاري الحليب، بغض النظر عن نوع الجنس الذي كتبه الله تعالى للجنين. ويبدأ تشكيل الحلمات في صدور تلك الأجنة في تلك الفترة، بل تبدأ الأعضاء التناسلية الأنثوية في الظهور في الأجنة بالتكوين. ولكن بعد الأسابيع الخمسة يبدأ هرمون التستوستيرون الذكوري في الأجنة المقدر لها بأن تصبح ذكورا بتغيير عملية النمو وشكل أساسات الأعضاء وأيضا خلايا الدماغ. فسبحان الله.